مشاهدينا الأعزاء عبر فضائية نورسات وتلفزيون تيليلومير، نرحب بكم في لقائنا المتجدد معكم أسبوعياً والذي نبدأه بأبرز العناوين. الكنيسة المارونية في عمان تحتفل بعيد مار شربل. انطلاق مؤتمر القانون الكنسي السادس في البحر الميت. تخريج الفوج الثالث من طلبة الجامعة الأمريكية في مادبة. أهلاً بكم. ترأس المطران موسى الحاج مطران الموارنة في حيفا والأراضي المقدسة القداس الاحتفالي بعيد القديس شربل بين أبناء الرعية المارونية في عمان. المزيد في التقرير التالي. أقامت الرعية المارونية في الأردن قداساً إلهياً احتفالياً بعيد شفيعهم القديس شربل في الكنيسة المارونية بعمان، حيث ترأس المطران موسى الحاج مطران الموارنة في حيفا والأراضي المقدسة القداسة بمعاونة الأب نبيه الترس راعي الكنيسة وعدد من الآباء الكهنة والشمامسة. وبيوم هودكم حشدي لمعبد حي سامل أحفظ يداو قديشتو وبارخ قادش وقصويا بالتلميداو كدمار ساب أخو الملك والخون. وفي بداية القداس رحب الأب الترس بالمطران الحاج شاكرا له مشاركة أبناء الرعية احتفالهم بالقديس شربل الذي يعد رمزا للتواضع والنسك وبذل الذات. وتحدث المطران الحاج في عظته عن القديس شربل وحياته وعجائبه التي باتت حديث العالم كله، وأضاف: نعيد له وهو اليوم يشغل الدنيا بالمعجزات الإلهية التي تجري بشفاعته وصلواته لمرضى الجسد والروح والنفس، فعندما دعاه الله إلى حياة النسك والعزلة لبى الدعوة وعاشها حتى آخر لحظة من حياته. إذن كلنا نحن مدعوين إلى القداسة تصديقاً للي الصلاة اللي بنقولها نحن بالقداس قبل المناولة: الأقداس للقديسين بالكمال والطهارة والنقاوة. يلي عايشين طهارة ونقاوة وقداسة هودي بيكونوا قديسين. شربل هو طريق الثالوث إلى العالم، وهو طريقنا إلى الثالوث، إلى الآب والابن والروح القدس. إنه معنا وباسم المسيح يشفي ويعلم ويقود الناس إلى التوبة والفرح والسلام، وهذا نحن بحاجة إليه اليوم في أيامنا وكل الأيام، أيام وأيامنا واللي جايين. وعا تفكر إنه الشر رح ينتهي، رح يضل، ولكن كتلة الشر الكبيرة رح تنتهي تكبر كتلة الخير وعمل الخير. ورفعت الطلبات والتضرعات أمام مذبح الرب عن نية السلام في العالم والشرق الأوسط خاصة بشفاعة القديس شربل، حيث أحيت جوقة الكنيسة القداسة بترانيمهم وأصواتهم المميزة. أيها الرب الإله العظيم، يا من قبلت قرابين الأولين، اقبل ما حمل إليك أبناؤك من قرابين حبا لك ولاسمك القدوس. أجزل عليهم بركاتك الروحية وبدل عطاياهم الزائلة أبلهم الحياة والملكوت. آمين. جارتها السماء ما بتحكي بتصلي لله بالوما. بتنظيم من المحكمة الكنسية التابعة للبطريركية اللاتينية في القدس وبالتعاون مع جامعة اللتران البابوية في روما، انطلقت في منطقة البحر الميت أعمال مؤتمر القانون الكنسي الإقليمي السادس لقضاة المحاكم الكنسية وكهنة الرعاية بعنوان عيوب الرضا الزوجي في الزواج وأحكامه وأصول المحاكمات الكنسية وفقاً للبراءة البابوية،
حيث يشارك في المؤتمر الذي يستمر أسبوعاً عدد من الأساقفة وقضاة المحاكم من عدة كنائس كاثوليكية وكهنة رعاية من دول المنطقة، إضافة إلى خبراء قانونيين من إيطاليا. وألقيت في المؤتمر العديد من الكلمات والمحاضرات التي تمحورت حول الشركة الزوجية التي ينبغي أن تفضي إلى المحبة والتقبل وتبادل الرضا والعطاء باعتبارها المكون الأساسي للزواج، إضافة إلى دور القضاة والكهنة في المحكمة الكنسية في حل الأزمات بين الأزواج وتأمين الرحمة بين العائلات المتألمة. ناقشنا اليوم كيف يتم تحضير الخطاب للزواج من خلال المحاضرات، هل هذه المحاضرات ناجحة؟ هل تؤدي الغرض المطلوب؟ كيف يمكن أن نحسن من أدائها؟ كان نقاشاً إيجابياً وبناءاً، وأنا مقتنع بأننا سنخرج من هذا المؤتمر بتوصيات وبأفكار نيرة تفيد العائلة المسيحية. ولفت انتباهنا أيضاً بأنه غير الكنائس الأخرى القبطية والأرثوذكسية تبحث أيضاً عن طرق للتحضير للزواج، حتى الأزهر في مصر سمعنا اليوم يبحث عن طريقة لتحضير الخطاب للزواج، لأنه اليوم مؤسسة الزواج أصبحت في خطر بسبب الإعلام المشبوه الذي يؤثر في الفكر الإنساني حول طبيعة الزواج. يعني الزواج في أزمة، وإذا كان في أزمة يجب أن نتدارك هذه الأزمة ونجد حلولاً لها. في الواقع إحنا ككنائس أو كبرامج رعوية ركزنا خالص على فكرة تكوين المخطوبين اللي هو ما قبل سر الزواج، في حين أنه قداسة البابا القديس البابا يوحنا بولس الثاني كان أشار في أنه هناك ثلاث مراحل للإعداد، المرحلة الإعداد البعيد ثم القريب ثم المباشر، إحنا بنركز في المباشر، لكن أنا شايف أنه مهم جدا أن احنا نبدأ نركز في الفترات القادمة كبرامج رعوية لتحضير لسر الزواج في الإعداد، نهتم بالإعداد البعيد اللي هم في سن الأطفال وسن الشبيبة الصغيرين، في التربية الدينية، في التعليم المسيحي ومدارس الأحد، إزاي نغرس قيم العيلة والأسرة والزواج، قبول الآخر والتضامن والحوار والمشاركة، هي دي ما أعتقد أنه دي أسس مهمة جدا لبقاء ودوام واستمرارية الأسرة والزواج. هذه الأجيال القادمة بتفتقر للبنى الأساسية للإنسان الحقيقي كإنسان، ثم الإنسان المسيحي والكاثوليكي بشكل خاص. فبوجه من المؤتمر النهاردة دعوة في كل الرعاية ودعوة للقائمين على برامج التعليم المسيحي في كل الكنائس والطوائف في بلادنا إلى الاهتمام بالتعليم المسيحي، وخاصة فيما يخص سر الزواج والعائلة. بحد ذاته المؤتمر بجمعنا جميعا من كل الطوائف من كل البلدان، خاصة بلدان الشرق الأوسط، وهي تقريبا متشابهة فيما بينها في كل المشاكل، خاصة المشاكل الزواجية متقاربة فيما بينها. وجميل جدا أنه السنة هاي عم ببحث بها الرضا الزواجي، وبفكر أهميته كبيرة بالنسبة لنا إحنا ككهنة بالدرجة الأولى. تحديات كثيرة أمام عائلاتنا المسيحية، وإذا ما إحنا وضحنا لهم وجهة النظر وحاولنا نكون بجانبهم، أكيد عائلاتنا اللي عمالها الجديدة كلها راح تكون نتيجتها إلى الهلاك، بمعنى إلى الفصل بيناتها وإلى الانهيار. وهذا كله عم بيأثر على الوجود حتى المسيحي في الشرق الأوسط بالذات، خاصة في هالأيام العصيبة اللي فيها كثير من التحديات السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية. وإحنا لازم نكون، أنا أفكر هاي مثل هالحركة هاي، إنه هالمؤتمرات هاي وإن شاء الله الله يزيد من أنواعها، هي بتشدد اللحمة ما بين المسيحيين، بتخلينا نحب كنيستنا أكثر ونحب إيماننا ونعيشه، لكن بتثبتنا بأرضنا اللي هي أرض المسيح، الأرض المباركة. المؤتمر يسير بشكل مرضي، هناك أيضا تعاون مباشر مع جامعة اللاتران البابوية في روما، هناك ثلاثة أساتذة قدموا من روما ليشاركوا في المؤتمر،
ويغنونا بخبراتهم وبعلمهم. نحن بنعرف قديش في صعوبات بين العيال المسيحية، وهدفنا اليوم أول شيء تثقيفي وبالأخص تنويري للمحامين اللي هن بعدد وافر، بعتقد فوق 80 محامي ومحامية مشتركين في المؤتمر. ثانيا لتبادل الآراء ولزيادة المعلومات أيضا، مهم جدا حول هالموضوع، إن من الناحية القانونية البحتة أو من الناحية الرعائية اللي له دور كتير كبير مبدئيا عم يتعالج بهذا المؤتمر. محاضراتنا عم تنصب حول إنه نعطي المحامين حصانة مهمة جدا تيعرفوا كيف بدو يتعاملوا مع هالعيال ويساعدونا للوصول إلى الحقيقة. يعني المحامي دوره إنه ينور القاضي ويوصله إلى حقيقة هالعيال لخير العيال بمساعدتها، إن منشان إجراء المصالحات مع الأزواج أو بالأخص منشان معالجة أيضا كل ما هو مفاعيل مدنية أيضا للزواج، منشان ضمان الأولاد حقهم كرامتهم، وأيضا منشان الحفاظ على مستقبل هالأولاد. توجه الاهتمام بالإنسان أكثر منها بالقانون، الاهتمام برسالة الكنيسة كبشرة للجميع وخاصة للأشخاص المتألمين والذين يعانون من مشاكل، وليس تطبيق قوانين صارمة على الجميع. هذا التوجه العام، ومن ثم القضايا التي طرحت فيما يتعلق بالرضا الزوجي كان مع توضيحات وشروحات مهمة للكهنة وللمحامين الذين يعالجون هذه القضايا. فالمهم هو الإنسان، وهذا هو اهتمام الكنيسة، واهتمام الكنيسة في تبشير الإنسان. وعندما نعالج قضايا مشاكل الزواج اهتمامنا هو بالعائلة، اهتمامنا بالحفاظ عليها، واهتمامنا بالإنسان المتألم في هذه العائلة. ولا نحمل القانون كسيف مسلط على رقاب الناس، ولكن كأداة لمساعدتهم في وأن نرافقهم في محنتهم وفي حياتهم وفي صعوباتهم كلها. هذا هو التوجه المؤتمر، وهذه هي الفائدة الحقيقية فعلا من هذا المؤتمر. خلال زيارته للأردن، قام الكاردينال أنطونيو لويس تاغل رئيس هيئة الكاريتاس الدولية بزيارة حديقة الرحمة في مركز سيدة السلام بعمان، والتي تبرع بها شخصيا البابا فرانسيس لمساعدة الإخوة العراقيين المهجرين والعائلات المتعففة. وكان في استقباله مدير المركز الأب شوقي بطريان، ومدير الكاريتاس في الأردن وائل سليمان، وعدد من الآباء الكهنة والعاملون في الحديقة. واستمع الكاردينال إلى شرح واف حول المشاريع التي تقام في الحديقة والخدمات التي تقدم فيها، كما التقى العاملين فيها من الإخوة العراقيين واستمع منهم إلى احتياجاتهم ومطالبهم. وبعدها ترأس نيافته القداس الإلهي في كنيسة الراعي الصالح بمشاركة البطريرك فؤاد طوال والمطران مارون لحام والمطران سليم الصايغ وعدد من الأباء الكهنة، بحضور العاملين في الجمعية وعدد من أبناء الجالية الفلبينية والعراقيين المقيمين في الحديقة. توالي الكنائس الرسولية في المملكة خلال العطلة الصيفية إقامة المخيمات الترفيهية لأبناء الرعاية من طلبة المدارس، والتي تشتمل على مختلف الفعاليات والأنشطة التوعوية والثقافية والاجتماعية. إلى التفاصيل. بهدف إكساب أطفال وطلبة المدارس من أبناء الرعاية مهارات متنوعة خلال العطلة الصيفية الحالية، نظمت العديد من الكنائس الرسولية في المملكة برامج ترفيهية مفيدة للطلبة. فقد أقامت كنيسة القديس جوارجيوس للروم الكاثوليك في بلدة أدر بمحافظة الكرك مخيمها الصيفي السنوي، والذي جاء هذا العام بعنوان أعطني ذاتك، بمشاركة 70 طالبا وطالبة من مختلف الأعمار. واشتمل المخيم الذي نظمته مجموعة كشافة ومرشدات مطرانية الروم الكاثوليك أم السماق على العديد من الفعاليات والأنشطة المتنوعة،
إضافة إلى ألعاب مائية ورياضية مختلفة. حقيقة الشبيب حب يكون هذا الاسم حتى أن نقدم ذاتنا لربنا هذه الأيام اللي هو بحاجة إلنا كإنسان أن نتقرب منه حتى أنه يعطينا هو نعمته ويعطينا بركته. الكنيسة هي ملجأ أو تنسمي الكنيسة هي البيت الحاضن لكل أطفالنا ولكل شبابنا وصبايانا وخاصة في الصيفية. وشكرا لنورسات ولكل القائمين على نورسات. إحنا مجموعة كشاف بطولية الروم الكاثوليك شاركنا كقيادة وكفرقة متقدم تنظيم تحديات ميدان مغامرة اللي شفتوها وألعاب مائية لهاي الفئة. كثير انبسطنا انه بلشوا بتنظيم هيك مخيمات في الرعيه وبنتمنى يتابعوا بهذه المخيمات والنشاطات ونشاطات الشبابيه. وفي الفحيص اقامت كنيسه الروم الملكيين الكاثوليك وللسنه الثالثه مخيما صيفيا بعنوان الرب رعيه، شارك به حوالي 150 طفلا من ابناء الرعيه، حيث اشتمل هذا المخيم الذي استمر لاربعه ايام على أنشطة ترفيهية وثقافية وعلمية وروحية. نعمل نحن الكنيسة دوما بالتعاون مع الأطفال، مع الشبيب الكبار، الشبيب الكبار تعون الكنيسة هم اللي بيعملوا هالمخيم. نحن اليوم موجودين بمخيم شبيبة الكاثوليك الفحاس، المخيم السنوي بنعمل كل سنة، بتشرف عليه على الأغلب شبيبتنا شبيبة الشباب الثانوية والعاملة والجامعية كمان. بيكون فيها فقرات مختلفة، منها التنشيط، منها التراتيل، منها الألعاب، الفنون، العلوم وكل إشي ممكن يخطر في بالكم، وأكيد في منهم اللقاء الديني المعتاد. إحنا كتير مبسوطين بالمخيم عشان المسؤولين عملوا لنا المخيم وحبينا كتير نشكرهم. بشكر المسؤولين إنه عملوا لنا هيك مخيم، شجعونا نيجي على كنيستنا وعلى شبيبتنا. بدنا نحكي لأولاد الصغار إنه كيف ما حكى يسوع دعوا الأطفال يأتون إلي، حابين نحكي لكل الأطفال إنهم يجوا علينا. كتير مبسوطة لإني كل الخدام اللي معنا هم شباب لكن عندهم حماس وعندهم طاقة بدهم يدوا بكل الطرق، فهي إشي مشجع، إشي بيخلي الواحد يدي كل اللي عنده علشان الحياة المسيحية تنمو في هؤلاء الشباب. وفي عمان نظمت مجموعة كشافة ومرشدات مطرانية الروم الكاثوليك في أم السماق مخيما صيفيا بعنوان يسوع يحبنا، حيث احتوى المخيم الذي استمر 5 أيام وشارك به 180 طفلا من أبناء الرعية على تعاليم دينية وتجارب علمية ومحطات ترفيهية وإرشادات صحية. الهدف من المخيم أول شيء تجميع الأطفال الرعية، بناء صداقة وعلاقات بين أطفال الرعية بين أهليهم، وعمل نوع من التواصل معهم لأن الرعية رعية المطرانية كبيرة وممتدة، فبحاجة دائما لأنه نبتكر أشياء لأنه يصير في تواصل. فكان هدفنا من هذا المخيم أنه نعلم الأطفال والشباب إنه حبنا للمسيح هو بخدمة الكنيسة، بفعاليتنا بالكنيسة، ما نكون جايين بالكنيسة فقط للصلاة لإيمان موروث، إنه فقط نكون قاعدين نسمع الإنجيل وهينا خلصنا وطلعنا أو نتناول ونطلع، بالعكس إحنا نكون فعالين بالكنيسة وفعالين بخدمتها للكنيسة. ومن الخدمات هي الحركة الكشفية، طبعا بتعلم الكشاف قديش إنه يكون موجود في الكنيسة فعال، وبعطوا صورة جيدة للأطفال وللكبار إنه الكشاف هو موجود في الكنيسة لخدمة الكنيسة وخدمة الرب. تعلمت عن يسوع وتعلمت عن الصحة وتعلمت كيف أطبخ وتعلمت وعطونا إشي قصص عن الدين وكتير أشياء وكتير حلو كان المخيم، وبنصح كل حدا إنه يجي على هذا المخيم لأنه كتير حلو. وبشكر كل قيادة المخيم اللي تعبوا عشان يسووا هذا. عم نتعلم أكتر إشياء دينية، عم بعرف عن الكنيسة، عم بعرف عن سيدنا يسوع المسيح، بالإضافة لألعاب ترفيهية، ألعاب مائية، ألعاب تحديات، أشغال يدوية وفقرات متنوعة. في هذا المخيم عندنا محطات، واحدة من المحطات كانت محطة الصحة. تحدثنا مع الأطفال عن الغذاء الصحي والغذاء الغير صحي وكيف الطفل ينقي أكله إذا كان هو في مكان هو ما بيعرف إيش فيه، وحكينا كيف يفرق بين الأكل السليم والغير سليم وإيش الأكل السليم بيفيده في جسمه للنمو تبعه ولأشياء كتيرة، ولعبناهم ألعاب على هذا الأساس حتى تركز هاي المعلومات في رأسهم.
حي هو الله الذي أنا واقف أمامه، هذا كان شعار النبي إيليا في حياته، لذلك بقي حيا في ضمير المؤمنين، حتى إن كثيرين يرغبون في إطلاق اسمه على أبنائهم. أحب الله حبا جما فرفعه الله على مركبة من نار، هكذا اختتم النبي إيليا حياته الأرضية، تاركا لنا الاقتداء بسيرته العطرة. وفي عيده العظيم تحتفل الكنائس في الأردن بقداديس إلهية تحييها في هذا اليوم. ومن سيرة حياته أنه عاش على جبل جلعاد في محافظة عجلون، وفاح عطر قداسته حتى أصبح جبل جلعاد اليوم وتحديدا تل مار الياس محجا مسيحيا رسميا ومعتمدا من الفاتيكان. لتل مار الياس أهمية دينية وتاريخية وسياحية كبيرة، يقصده الزوار من كل مكان من الأردن والخارج. هذا الموقع التاريخي الذي يحوي على كنيسة تعود للفترة البيزنطية وأرضيات ونقوش فسيفسائية. النبي إيليا أحد أنبياء الله في العهد القديم، حظي بتكريم عظيم في العهد الجديد، واليوم تبنى الكنائس وتسمى باسمه وتطلب شفاعته. فيا نبي الله الحي تشفع لنا عند الرب الإله ليمنحنا السلام. أهلا بكم. أشادت السفيرة العراقية بعمان صفية سهيل بدور الأردني بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني بتقديم التسهيلات اللازمة لآلاف المهجرين العراقيين واستقبالهم على أراضيها وكنائسها بعد تهجيرهم قبل 3 أعوام من ديارهم في نينوى والموصل بسبب بطش عصابة داعش الإرهابية، مشيدة بنفس الوقت بأهمية دور الأردني في دعم أمن واستقرار العراق خاصة في حربه على الإرهاب ومراحل تحرير الموصل. ودعت سهيل في مؤتمر صحفي عقد في عمان المجتمع الدولي والأشقاء العرب إلى مساعدة العراق في إعادة إعماره وبخاصة مدينة الموصل التي تم تحريرها بالكامل. عمد داعش بأن يستعمل أهلنا في الموصل كدروع بشرية، طبيعة المعركة داخل الموصل في الجانب الأيمن والمعروف بأنها أزقة ضيقة بأنها لا يدخلها آليات عسكرية، واجهناهم مواجهة مباشرة عبر القتال المباشر وجها لوجه، وبالتالي عندما يضع نفسه الداعشي على في بناية ويضع ترسانته العسكرية في بناية ويأتي بالأطفال والنساء ويضعهم دروع بشرية داخل هذه البناية ويتمركز داخل مناطق حقيقة لمؤسسات عراقية، بالتأكيد ترون هذا الذي حصل، الذي دمر داعش الإرهابي والذي حاول أن يقلل من استهداف أي من الضربات للبنى التحتية والمدنيين كانت قواتنا الباسلة. نحن ممنونين لكل مساعدة تأتينا، إنما أيضا المجتمع الدولي عبر وأكثر من مرة ومن خلال مواقف دولية في مجلس الأمن وغيره، في الاتحاد الأوروبي، في منظمة التعاون الإسلامي، في مجلس التعاون الخليجي، في جامعة الدول العربية، في كل المنظمات الإقليمية والدولية عن اعتزازه الكبير بالجهود العراقية في مكافحة الإرهاب. احتفلت الجامعة الأمريكية في مادبا بتخريج الفوج الثالث من طلبتها بحضور الرئيس الأعلى لجمعية فرسان القبر المقدس الكاردينال إدوين أوبراين والمدبر الرسولي للبطريركية اللاتينية في القدس رئيس الأساقفة بيير باتيستيا بيتسبالا والسفير البابوي لدى الأردن المونسنيور ألبرتو أورتيغا مارتن
والمطران ويليام الشوملي مطران اللاتين في الأردن، وجمع من رؤساء الكنائس وشخصيات رسمية وإعلامية ودينية وأهالي الطلبة الخريجين. وفي بداية الاحتفال ألقى المطران ويليام الشوملي كلمة دعا الله فيها أن يحفظ الأردن قيادة وحكومة وشعبا، وأن يديم على هذا البلد نعمة الأمن والأمان ليبقى نموذجا يحتذى في التسامح والعيش المشترك. اللهم نطلب أن يكتمل علمهم بالفطنة، والفطنة بالحكمة، والحكمة بالخلق الرفيع. يا رب بارك هذه الجامعة، بارك مؤسسيها وبناتها، إدارتها ومجلس أمنائها، عمداءها ومحاضريها، موظفيها وطلابها. اجعلهم مؤمنين بك وأهلا لرحمتك. اجعل هذه الجامعة واحة علم زاخر بالأبحاث والاكتشافات تؤدي رسالتها على أكمل وجه. نصلي لأجل الأردن مليكا وحكومة وشعبا، كي يبقى هذا الوطن آمنا مطمئنا، كريما لأهله ومضيافا لزائريه. أبعد عنا تجربة الغلو والتطرف، واجعلنا ننهج نهج الاعتدال والتسامح، وأن نكون نموذجا يحتذى به في العيش المشترك. اللهم يا محب البشر، آمين. كما ألقى رئيس الجامعة الدكتور نبيل أيوب كلمة هنأ فيها الخريجين وذويهم، مشددا على أن التخرج لا يعني نهاية المسيرة، إنما هو بداية لطريق آخر للحياة. وفي ختام الحفل الذي تخلله فقرات غنائية، جرى تسليم الشهادات على الخريجين البالغ عددهم 400 طالب وطالبة من مختلف الكليات في الجامعة. إلى هنا مشاهدينا وصلنا لنهاية نشرتنا، وقبل الختام هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها. انطلاق مؤتمر القانون الكنسي السادس في البحر الميت. تخريج الفوج الثالث من طلبة الجامعة الأمريكية في مادبة. السفيرة العراقية بعمان تشيد بدور الأردن في دعم استقرار العراق. ختام النشرة. مزيد من الأخبار تابعوا موقعنا الإلكتروني www.nursadjordan.com. طابت أوقاتكم وإلى اللقاء.